اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، طعمها كمان بيكون حلو قوي وما بتاخدش وقت في عملها اكتر من 5 دقايق. الكنافة الاول اللي انا بستخدمها عايزة اوريها لكم، الكنافة ديت انا شارياها، بصوا اهي من مونجيني. الكنافة ديت نوعها حلوة قوي، بتطلع الكنافة كمان خطيرة. قبل ما نعمل الكنافة تعالوا الاول نبتدي نعمل الشربات. هنحضر بس الحاجة اللي هنعمل فيها الشربات. الشربات 2.5 كوباية من السكر عليهم 1.25 كوباية من المية. بنعمل الشربات الأول علشان الكنافة بتكون سخنة، لازم الشربات يكون ساقع لما نحطه على الكنافة. 2.5 كوباية من السكر وعليهم 1.25 كوباية من المية. وهندوبه ونشغل على النار. زي ما احنا شايفين السكر داب، هبتدي اعصر عصرة من الليمون. بص هو قرب يغلي، بدل قرب يغلي كده بعصر ايه عصرة صغيرة من الليمون. هسيبه يغلي 10 دقايق وهطفي عليه. تعالوا بقى نبتدي نعمل اسهل كنافة واطعم كنافة. الكنافة دي كانت في الفريزر، لما اشتريتها حطيتها في الفريزر. هبتدي افضيها زي ما احنا شايفين كده، ده 1/2 كيلو من الكنافة اهي. هبتدي اقطع الكنافة لقطع صغيرة، وطول ما هي متجمدة زي ما انتوا شايفين بتتفتت كده وتتقطع معايا بكل سهولة، يعني ما طلعها من الفليزر ما سيبهاش انها ايه تفك، وهي جامدة ابتدي اقطع فيها كده. بصوا بتنعم خالص طول ما هي جامدة. طب لو انا عايزة اعملها وهي لسه جاية ومش مجمدة عادي بتتعمل برضو، بس بنقطعها برضو بايدينا او بمقص اي حاجة. اهو بصوا زي ما احنا شايفين قطعت الكنافة ونعمتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي دلوقتي انزل عليها 1.25 كوباية من السكر البودر. السكر دوت نشتريه سكر بودر او نطحنه عندنا في كبة الخلاط. انا طحناه هنا في كبة الخلاط وزي الفل زي ما انتوا شايفين. طيب لو انا حابة احط سكر عادي مش بودر يتحط، بس هيطلع بيقرقش في الكنافة، الافضل ان احنا نحط سكر بودر. لو حابين نقلل السكر عن كده بنقلل. كده تمام قلبنا السكر مع الكنافة بالشكل ده. هبتدي انزل على الكنافة 1 كوباية من السمنة. السمنة ديت سمنة بلدي، عشان تاخدوا طعم حلو قوي من الكنافة حطوا لها سمنة بلدي. السمنة البلدي بتفرق كتير في الكنافة، بس طبعا حسب كل واحد. لو مش حابين نحط سمنة بلدي تمام نحط، بس انا بعرفكم ان السمنة البلدي بتدي طعم حلو قوي. ده 1/2 كيلو من الكنافة زي ما احنا عارفين، عليه 1 كوباية من السمنة. وهغلف كل الكنافة بالسمنة زي ما احنا شايفين كده كويس قوي. اهو بالشكل ده الصينية اهي اللي هعمل فيها الكنافة. الصينية ديت هحط فيها سمنة وادهن السمنة كويس قوي. السمنة ديت انا لسه مسيحة الزبدة اهي اللي حطينا منها على الكنافة، واحط تاني ايه في الصينية شوية سمنة حلوين كده. وادهن كده الصينية بالشكل ده والجناب كمان.
ونبتدي ننزل بالكنافة في الصينية. الكنافة دي انا هعملها كنافة سادة مش بالمكسرات. اهو زي ما احنا شايفين اهي. والكنافة وانا بحطها زي بصوا بفتحها كده عن بعضيها علشان ما تبقاش ايه فيها كتل من الكنافة. الصينية دي بتاخد النص كيلو كنافة كله. مفيش اسهل من كده. كده تمام، حطينا كل الكنافة في الصينية وهبتدي اضغط الكنافة كويس جدا في الصينية. بصوا اهي، بصوا بضغط بكف ايديا اهو كده زي ما احنا شايفين. الضغطة دي مهمة. وبساوي الكنافة في الصينية كلها زي بعضيها، يعني ما يبقاش جنب في كنافة عالية وجنب ما فيهوش كنافة كتير. اه زي ما احنا شايفين ضغطت كويس الكنافة في الصينية بالشكل ده. والحرف بتاع الكنافة بصوا بصوابعي كنت بضغط كده عليه اهو لغاية ما سويت كل الصينية زي بعضيها من الجناب وكمان من الوسط. بس اهم حاجة زي ما قلت لكم نضغط جامد. بصوا اهي الكنافة. تعالوا بقى نشوف طريقة التسوية. اول حاجه في تسويه الكنافه بحط صينيه الكنافه على عين البوتاجاز من فوق، طبعا مشغله عين البوتاجاز، وبقعد ادور الصينيه شويه كده علشان تاخد لون ذهبي حلو من تحت، وبعد كده بدخلها فرن البوتاجاز بتطلع تحفه. او زي ما احنا شايفين مشغله النار وتاخد بس لون ذهبي من تحت، وبعد كده بطفي وادخلها ايه الفرن تستوي. وهقول لكم امتى اطفي عليها من فوق واعرف ازاي انها اخدت اللون الذهبي من تحت. زي ما انتم شايفين بقعد ادور الصينية كده بالشكل دوت تاخد لون ذهبي من جميع الجناب. اول ما احس ان اللون، بصوا مش عارفه شايفين ولا لا، اللون بقى ذهبي كده من الجناب كده تمام، ببتدي احطها في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز لما ادخل فيه الكنافه لازم انا اكون مشغلاه قبليها بعشر دقايق. هوريكم برضو اقربها وتشوفوا ايه اللون. بصوا برضو مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بصوا الاحراف اهي لونها بقى ذهبي. هبتدي دلوقتي اشغل عليها فرن البوتاجاز. كده صينية الكنافة بعد ما خرجتها من فرن البوتاجاز واستوت واخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت، هنبتدي دلوقتي نحضر الشربات. طبعا احنا عاملين الشربات في الاول عشان قلت لكم ان لازم الشربات يكون بارد والكنافة سخنة. اهو الشربات برد معانا زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي ننزل عليه بفانيليا اهي، ممكن فانيليا سائلة، وهنقلبه كويس جدا الفانيليا مع الشربات اهو بالشكل ده. بصوا قوام الشربات اهو. عايزة اقول لكم ان احنا بنشرب الكنافة وهي سخنة، بس مش سخنة اول ما تخرج من الفرن، لا بسيبها كده دقيقتين بعد ما تخرج من الفرن وبعد كده بشربها بالشربات، عشان لو هي لسه خارجه من الفرن وشربتها على طول هنحس ان الكنافه تعجن شويه. هي ايه الدافيه لسه اهي زي ما انتوا شايفين، سبتها دقيقتين وهنبتدي دلوقتي نسقيها بالشربات اهي. بصوا
طبعا هي سخنة شوية وبتشرب الشربات زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. هسيبها تتشرب حلو الشربات ونشوفها مع بعض كده. تمام، اتشربت حلو الشربات. تعالوا بقى نبتدي نقطعها ونشوف كده مع بعض. بصوا قد ايه هي طرية. وريحتها جميلة قوي. بصوا قطعتها مربعات صغيرة زي ما بنشتريها بالظبط. طبعا التقطيع دوت حسب ما بتحبوا. تعالوا نشوف بقى قطعة مع بعض كده. بصوا طرية ومتماسكة واحلى كنافة هتعملوها في البيت. بصوا الجمال اهي، طعمها حلو قوي. جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتفطروا الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتكم على اليوتيوب. اقول لكم سلام وانتظروا مني فيديو جديد.